تعالى 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 عنتر، مش هنا ادخل. انت متاكد ان جوزك مش هنا؟ لا والله ما هنا. بص ادخل هجيب لك خيار من عند عنتر لغايه لما احضر لك اكل وتاكل. يلا 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 ادخل. سلام على الريح يا دعاء. الروائح الحلوه دي عنتر فيها دعاء. مالك يا دعاء؟ يا دعاء ماليش. هو انت جيت بدري ليه؟ انت بتحاسبيني ان انا جاي كده؟ ايه ده؟ ايه مين ده يا دعاء؟ مين ايه؟ صوت مين ده يا دعاء؟ افهم يا عنتر. ما افهم. الجيران اصبر يا عنتر اصبر يا دعاء. دعاء عنتر مين ده يا دعاء؟ رحت في داهية. مش انا هعرف دلوقتي فاهم غلط ولا فاهم صح. والله يا عنتر اصبر. عنتر يا دعاء. مين ده يا دعاء؟ بالله عليك اصبر. طيب اصبر مين؟ كمان لبسي بالراحه. طب عليه انت مين؟ بالراحه عليه عنتر. بالله عليك بالراحه. بالراحه عليك انت وهو كمان. بالله عليك يا عنتر بالراحه. ها انا ابوه. ابوه ابوه. والله والله بابا يا عنتر انت فاهم غلط. بابا والله دعاء انت قايل لنا ابوك ميت يا دعاء. عشان بابا كان مسجون وانا خفت ان انت ما ترضاش تكمل الجوازه فقلت لك ان هو ميت. انا اسف يا ابني والله العظيم. لسه خيرك. حرام عليك تعبان والله. انا بتبقى انا ما ينفعش ارمي في الشارع ملهوش حد غيري. ما انت يا دعاء اللي خليتني نشك فيك يا دعاء. طب ما تعرفيني يا دعاء. ما انا كنت هقول لك بس مش دلوقتي لاني كان عايز وقت مناسب يا عنتر. طب اعمل ايه يا عنتر؟ بص اهو انا والله كنت مستنيه الوقت المناسب بس هو ملهوش حد غيري. بالله عليك بالراحه بس عليه افهم. طب يا دعاء ما قلتليش ليه؟ طب من الاول يا دعاء. بص يا عنتر يا حبيبي. بص يا عنتر والله انا كان غصب عني. انا اسف يا حبيبي. ابني والله العظيم انا لما كنت عايز انا قلت لها جابيني بره وهي اللي ما قالت لي لا تعالى كل معايا. هي غلطانه يا حاج من الاول خالص. ولبستني هدومك والله انا غصب عني. حاج ده انت على دماغي. بس هي من الاول كانت قالت لي ان هو في السجن. على فكره بابا ما عملش حاجه وحشه بالعكس انا افتخر بيه والله. بس انا ايامها مامتك كانت جامده قوي وباباك وانا ما كنتش عايزه اتعامل بطريقه وحشه ومحدش يقلل مني. على فكره بابا بسبب ان هو كان كاتب شيكات عشان خاطر يكمل شواري والراجل طب يا دعاء كتب ثمن اكبر من اللي هو ما يقدرش عليه. ما صرحتنيش ليه من الاول يا دعاء؟ انا خفت. هي بابا وماما هيتجوزوا معانا احنا اللي قاعدين مع بعض. وابوك على خايف عليك يا ابني ترفض الجواز. لا ما ترفضش حاج الجواز. انت فوق دماغي يا حاج. انت مش زعلان يا ابني؟ لا مش زعلان ده انت تزيدنا بركه. انا اتحبست بزور عشان خاطر نجوز بنت ونص العيال منهم لله. لكن الصبر بابا هيقعد معانا هنا دعاء. بجد؟ لا يا ابني مش هينفع نقعد معاه. لا هتقعد يا حاج معايا. خلاص بقى كل حاجه بانت وانا اسفه يا عنتر عشان خليتك تشك فيا. والله ما كانش قصدي. ما كانش قصدي بجد. انا اللي ما كانش ينفع ان اشك فيك. معلش حقك عليا. انا برضو تصرفاتي فيها شك. انا اسفه. ربنا يستر معاك يا بنتي. حقك عليا يا حاج. يلا بينا بقى عشان نتغدى. يلا